الى التفاصيل أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على مسيرة التعاون المتميزة التي تربط مصر وفرنسا خاصة ما يتعلق بنشاط الشركات الفرنسية في مصر ومساهمتها في عملية التنمية والتي مثّل نجاحها في مصر نقطة انطلاق لها إلى مختلف دول المنطقة. كما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال استقبال باتريس كين رئيس مجلس إدارة شركة تالس الفرنسية تطلع مصر لمواصلة هذا التعاون وتطويره لاسيما مع شركة تالس ذات الخبرة العريقة في مجال البصريات. والإلكترونيات. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد باتريس كين رئيس مجلس إدارة شركة تالس الفرنسية وذلك بحضور الفريق أحمد خالد قائد القيادة الاستراتيجية والمشرف على التصنيع العسكري ولواء أركان حرب طارق زغلول رئيس مجلس إدارة الشركة العربية العالمية للبصريات والعقيد بحري أحمد عادل بالقيادة الاستراتيجية إلى جانب كل من السيد كريستوف سالمون نائب رئيس شركة تالس والسيد شريف بركات مدير شركة تالس مصر صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شهد التباحث حول أفاق التعاون مع الشركة الفرنسية ذات الخبرات العالمية في مجال تكنولوجيا البصريات والإلكترونيات والأمن السيبراني وتطبيقاتها في القطاع المدني والخدمي وذلك بالتعاون مع الشركة العربية العالمية للبصريات وشركة بنها للصناعات الالكترونية، وقد اكد السيد الرئيس بوجه عام على مسيرة التعاون المتميزة بين مصر وفرنسا، خاصة ما يتعلق بنشاط الشركات الفرنسية في مصر ومساهمتها في عمليات التنمية، التي مثل نجاحها في مصر نقطة انطلاق لها إلى مختلف دول المنطقة، وتطلع مصر لمواصلة هذا التعاون وتطويره. لا سيما مع شركة تالس ذات الخبرة العريقة في مجال البصريات والإلكترونيات، كما وجه السيد الرئيس بالاهتمام برفع القدرات البشرية في إطار التعاون مع شركة تالس من حيث التدريب والتأهيل العملي والفني، وذلك لإعداد كوادر من المهندسين في تلك المجالات المتخصصة. من جانبه أعرب رئيس مجلس إدارة شركة تالس عن الاعتزاز بلقاء السيد الرئيس. لبحث مسيره التعاون مع مصر مؤكدا اهميه دور مصر كحليف استراتيجي لفرنسا ومشيرا الى الحرص على التعاون المثمر مع مصر بشان مجال نشاط الشركه وكذلك ما يتعلق بالتدريب والتعليم لنقل المعرفه وتوطين الصناعه وتعزيز قدراتها في مجال البصريات